تلاميذ بكالوريا 2024، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اللي من خلال راح نشوف واحد من أهم الدروس الخاصة بالمحور الثالث لو تيكس إكزورتاتيف ولا لابيل كما نقول له النداء. دونك قبل ما نبدأ الدرس تاعنا ما تنسوش دونا اشتراك للقناة كالعادة، تخليونا جيم لا فيديو هذه وتخليونا أكبر عدد من التعليقات، وأفضل تعليق راح ندير له تثبيت في الأول خلاص. وثاني ما تنسوا ديروا لنا بارطاجيو لا فيديو هذه مع الزملاء تاعكم، مع اصحابكم، مع اي واحد تعرفوه راح يفوت شهاده البكالوريا 2024، هكذا باش يستفاد اكبر عدد من المترشحين. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لو كونت روندي، راح نشوفوا لو كونت روندي دو لابيل، كونت روندي دو لابيل. يعني احنا على بالنا باللي قلت لكم ديجا في الاول تاع العام قلت لكم باللي لو كونت روندي راه يختلف، يعني تاع لابيل وحده، تاع لو تيكست ارغيمونتاتيف وحده، وتاع لو تيكست ديستوار وحده. يعني ما نقدروش نخدمو بان سول كونت روندي، يعني نهضر لك على الموديل دوكا اللي يعرف يعبر من عنده ماهوش مشكل، اما التلميذ اللي عنده مشكل في التعبير هنا لازم يتبع الموديل هذا. داكور، دونك حنا على بالنا باللي في لو كونت روندي عندنا دو تيب، لو كونت روندي اوبجيكتيف هذا يقراه جميع الشعب خاصة الشعب العلمية، وعن لو كونت روندي كريتيك اللي يقراوه شعبة اللغات الأجنبية. راهم كامل كيف كيف، راهم كل كونت روندي اوبجيكتيف كل كريتيك راهم كيف كيف، واش يختلف هي لابارتي كريتيك في الاخر. اللغات راح يزيدوا واحد شغل ان بوين دو في بيرسونيل راح يزيدوه، بصح الاخرين ماهمش راح يزيدوا في الكونت روندي اوبجيكتيف. عندنا لهنا لانتروديكسيون، والله نقولها لاكروش، لانتروديكسيون هذه هي، وعندي لو ريزومي يعني التلخيص الخاص بافكار النص، اللي نخرج منه افكار النص. انا لهنا في الحصه هذه راح ندير لكم دو موديل راح ندير لكم الموديل الاول هذا اللي راكم تشوفوا فيه، بعدها راح نمحي الطابلو ونعاود نزيد لكم ندير لكم موديل دوزيام. الموديل هذا خاص بالتلاميذ يعني اللي المستوى تاعهم متوسط، داكور، يعني يحفظوه ويروح يخدم به. اما الموديل دوزيام هذا راح يكون التلاميذ المتفوقين، يعني اللي يعني يعرف يخرج الافكار، يعني يدير لها اعاده الصياغه، يعني تساعده. وممكن التلاميذ اللي شويه المستوى تاعهم متوسط يقدروا يستعملوا الموديل الثاني، يعني دوكا انت شوف واش يخرج عليك، يا الموديل الاول يا الموديل الثاني. لانه دوكا بزاف تلاميذ قالوا لي استاذ اعطينا شويه لي شوا، اعطينا شويه خيارات هكذا باه نخيروا. دونك راح نعطي لكم انا دو موديل اخدموا بهم، الموديل اللي يساعدك ديرو حتى حفظه وخدم به في لابيل، لاني نهضر على لابيل. دونك عندي دوكا لانتروديكسيون راح نمد فيها معظم الافكار، لي زيليمو بيريفيريك دي تيكس، لو تيتر، لا فيزي كومونيكاتيف، لا سورس، ايتسيتيغ. دونك واش نقول لهنا il s'agit d'un appel ou bien un texte exhortatif. تحب تكتب ان ابيل صحيحه ولا ان تيكست اكزورتاتيف صحيحه. لهنا لو تيتر ما نديروش، شغل ديريكتومون نفوتوه، ما كان لا دير انتيتولي ايتسيتيغ. اكري بار، ولهنا ندير اسم الكاتب، اسم الكاتب اكسخي دو. لهنا اذا كان لابيل تاعك لهنا اكسخي ان سيت ويب، تقول له اكسخي دو سيت ويب، سيت ويب، وتكتبوا له لهنا. اذا ما عطالكش سيت ويب تكتب له اكس خي دو ديريكتومون، وتكتب له المصدر، ومن بعدها دير فيرغول. ركزوا لي مليح على علامات الوقف، لا بونكتياسيون. بيبليي لو، وندير التاريخ لهنا، ندير تقريبا لي زابيل لي تيكس ارغيمونتاتيف اللي يجيونا تقريبا كامل نلقاو التاريخ كومبلي. داكور، نكتب له هنا التاريخ كومبلي، ندير له دوكا ان بوان ونبدا له ماجيسكيول. لازم هذا الكونتروني تحفظوا كيما راه، متفاهمين، تحفظوا عن ظهر قلب بالبونكسياسيون بكل حاجه، هكذا باه ما تغلطش بزاف. دونك نقولوا سو ميساج اي ديستيني ا، ونكتب لهنا المرسل اليه اللي هو لو ديستيناتير. لهنا اذا لقيت فهمت النص تاعك وعرفت تخرج لو ديستيناتير، او كاين لهنا تلقى الكاتب يوجه الرساله تاعو لفئه محدده تكتبها. اذا ما فهمتش وكان الموضوع تاع النص تاعك
موضوع إنساني يعني يخص الإنسانية جميعا، مثلا البيئة، مثلا الحروب إلى آخره. دونك واش دير او موند اونتيي، او موند اونتيي، تفهمين؟ هذا ديرها ستوندار. إذا كان النص تاعك يهضر على قضية إنسانية، مشكل إنساني، يعني يعني شغل يخص عامة الناس، داكور. بعدها تقول له لهنا دون لو بوت دانسيتي سونسيبيليزي اي اكزورتي لو ديستيناتير افان دو ريزودغ لو بروبليم. هذه هي الانتروديكسيون، هكذا نديروها بالشكل هذا. دوكا نروح للريزومي. في الريزومي نبدا له تو دابور دون لا بارتي اكسبوزيتيف، نقولوا في الاول خلاص. لوتور كومونس سون ميساج بار دريسي لو كونستا نيجاتيف، وهذه مهمه جدا، لو كونستا نيجاتيف او مونتخون كو، ولا هنا تهضر له على المشكل، تجبدوا المشكل واش هو تقريبا. المشكل توجور تلقاوه في الاول تاع النص تاعك. بعد تقول له اون سويت دون لا بارتي ارغيمونتاتيف، ودير له فاصيله. شوف لهنا الفاصيله منين دايرها، ولهنا الفاصيله لازم ديرها، زوج فواصل هذو. هاي لهنا درت فاصيله وزدت لهنا درت فاصيله. إلى فونس دي زارغيمون، يعني في لا بارتي ارغيمونتاتيف الكاتب واش دير؟ مدلنا دي زارغيمون، دي زارغيمون بور كو لو ديسيناتير سوا كونفانكو، يعني باه ديسيناتير يتقنع. اي إل سون ريزومي انسي، واحد لهنا واش راح دير؟ تلخص له الحجج. لهنا الحجج كيف راح تلخصهم؟ راح تجبد له الحجه الاولى، دير له فاصيله، الحجه الثانيه، يعني دير ما بيناتهم فواصل. هذا ما كان. بعدها دير له اونفان دون لا بارتي اكزورتاتيف، اكزورتاتيف يعني في الاخر خلاص. لهنا ندير اسم الكاتب، لو نون دو لوتور، مثلا اودري ازولاي، كونكلي سون ديسكور باغ لونسي سون ابيل اون افيرمون كو، ولا هنا تلخص واش قال في الاخر خلاص، يعني كي مد النداء تاعو على واه تكلم. هذا تلخصوا له لهنا في الاخر. هذا هو الكونتروندي. دوك ان شاء الله كي نحلوا المواضيع، راح نحلوا موضوعين ولا ثلاثه بعد ما نكملوا هذه الدروس نحلوهم، راح نعطيكم يعني شغل تطبيق مباشر حول كيفاه دير الكونتروندي، يعني بلي دو موديل. دوك واش راح ندير؟ نعطيكم دوزيام موديل. دوزيام موديل هذا نشرحه لكم، ومن بعد نسيو نخدموا به ان شاء الله في حل المواضيع. رجعنا دوكا مع دوزيام موديل. دوزيام موديل هذا راح يكون شويه ديفيرون على لو برومي موديل، يعني الموديل الاول كان شويه هكذا يعني فيه اختلافات. هذا ثاني يعني راح يكون شويه مختلف عليه، ماهمش لي ميم، ماهمش لي ميم موديل تاع كونتروندي. دونك حنا كما هضرنا في الاول خلاص، تقدر تستعمل الموديل دوزيام هذا ولا الموديل الاول، يعني اللي يساعدك فيهم. ميم تقدر مثلا تهز لاكروش من دوزيام موديل وتهز الريزومي من هذا الموديل، يعني تقدر شغل تميلونجي، تهز منه شويه وتهز منه شويه، داكور. دونك في الموديل هذا عندي تقول له سو تيكست اكزورتاتيف كيا ان تيتر انفورماتيف بريزونتي سو فورم دون فراز نومينال، ولهنا تكتب له العنوان. عنوان اذا ما عطالكش العنوان ديريكتومون سو تيكست اكزورتاتيف، هذه تنحيها كيا ان تيتر انفورماتيف، هذه بريزونتي تنحيها مره. اذا عطالك العنوان تكتبها، اذا ما عطاهالكش تنحيها، تروح ديريكتومون سو كومبوز دو عدد الفقرات باراغراف. إلي تيكري لهنا عدد الفقرات من الافضل تكتبهم بالحروف، ما تكتبهمش بالارقام. إلي تيكري بار لهنا تكتب اسم الكاتب اون سادغيسون ا، ولهنا المرسل اليه. المرسل اليه لهنا كما قلت لكم في الموديل الاول، الموديل الاول اذا عرفت هو في النص لو ديسيناتير، تلقى الكاتب يهضر عليه في النص. اذا ما عرفتش ولقيت قضية باللي انسانيه، قول له اون سادغيسون ا تو تو الموند، ولا او موند اونتي دون لو بوت دانسيتي لو ديسيناتير ا ريزودغ لو بروبليم. لهنا تقدر تقول له ا ريزودغ لو بروبليم، تقدر تقول له واش راه يدعو فيه، يعني الكاتب اللي هنا واش راه حاب يدير، حاب من المرسل اليه يدير، يعني واش طلب منه يدير، تفاهمين؟ ولا تقول له ريزودغ لو بروبليم، هذه اذا ما عرفتش،
فاهمين. بعدها إلي تيكسخي دو ولا هنا دير له المصدر. المصدر قلت لكم يعني تقريبا لي تيكس اكزورتاتيف اللي تلاقينا معاهم في الباك توجور نجيبوهم من المواقع الرسميه تاع اليونيسيف تاع اليونيسكو تاع لوني داكور. بعدها ندير فاصله فيغول بيبليي لو ولا هنا التاريخ. لهنا راح نلقاو التاريخ كامل داكور. بعدها إلي أوسي أن ديسكور سوبجيكتيفي أفيزي إنسيتاتيف. لهنا إنسيتاتيف معناها إكزورتاتيف. إحنا على بالنا بلي لو تكست إكزورتاتيف ولا لابيل لا فيزي تاعو هي إنسيتاتيف ولا إكزورتاتيف. دوك ندير لهم نديرو فيديو تاعو سبيسيال. دوكا تقريبا بقاونا زوج دروس لا فيزي كومينيكاتيف تقريبا مش راح يكون فيديو طويل. ورايحين الدرس الاخر والاهم هي لا ديفيرونس بين نديرو نفرقوا ما بين ان تيكس ارغومونتاتيف اي ان تيكس اكزورتاتيف او بيان ان ابيل. هكذا باش ما تطيحوش في الفخه اللي طاحوا فيها العلميين العام اللي فات. دوكا نروحوا للريزومي. في الريزومي نقولوا دابور دون لا بارتي اكسبوزيتيف لوتور اكسبوز لو كونستان نيجاتيف. والله كومونس بار لو كونستان نيجاتيف. لو كونستان نيجاتيف le constant négatif en montrant que ولا هنا تعطي له المشكل واش هو المشكل اللي طرحه في الاول خلاص تاع النص. ومن بعد تقول له ensuite pour convaincre le destinataire de la nécessité de changer cette situation l'auteur يعني من اجل اقناع المرسل اليه بضروره تغيير هذه الوضعيه السلبيه l'auteur présente قدم لنا des arguments نقولوا avance des arguments en disant que لهنا نلخصوا الحجج كيما في الموديل الاول. نخرجوا زوج حجج ولا ثلاث حجج على الاكثر يعني ما تكثرش الهضره بزاف. خرج له اهم الحجج اللي تكلم عليهم الكاتب في النص. بعدها تقول له enfin dans la partie exhortative ولا هنا ندير له فاصله تكتب له اسم الكاتب مثلا اودري ازولاي على باليش انا كاينه هذيك الاخرى تاع اليونيسكو اودري ازولا عندي مثلا بانكيمون الى اخره داكور ايرينا بوكوفا هذو كامل يعني حسب الكاتب تاع النص. ومن بعد تقول له انسيت لو ديستيناتير ا فير فاس ا سو بروبليم كي لو كونسيرن اون لوي دوموندون دو يعني يطلب منه باه يدير هذيك الحاجه يعني في الاخر خلاص الاخر خلاص الكاتب راح يمد قلنا يلونسي ان ابيل ويطلب مجموعه من الطالبات. دونك انت راح ديرهم في الاخر في الاخر خلاص. هنا هنا تلخيص لهنا واش نديرو تلخيص النداء. هو لهنا كي نقول لك تلخيص النداء ماشي النداء كامل ماشي النص كامل. لهنا راح تلخص الاخر خلاص يعني الفقره الاخر خلاص واش تكلم فيها الكاتب تمد الفكره الاساسيه على واه تكلم الكاتب فيها. هذا مكان هذا هو الموديل تاعنا. دونك لهنا نعطيكم ديرو كابتور ديكرون وراح تلقاو ان شاء الله الملخص يعني الموديل هذا والموديل الاول راح تلقاوه ان شاء الله في التليجرام ولا في الانستغرام. المعلومات كامل راكم تلقاوها في صندوق الوصف لتحت خلاص تلقاو لي ليان تاع تيليجرام لاشين تيليجرام اوفيسيال. وراحين تلقاو ثاني الانستغرام تلقاو لاباج تاع فيسبوك تلقاو كلش اي حاجه تلقاوها. دونك الملخصات تلقاهم في الانستغرام وفي التيليجرام. في التيليجرام تيليشارجيوها شغل الجوده تاعها جيده الجوده راح تكون مليحه. في الانستغرام ماكم على بالكم هذا مكان. دونك بقى لنا تطبيق تاع هذا ان شاء الله نديروه في حل المواضيع. راح نشيلو ان شاء الله نحلو موضوعين ولا ثلاثه ومن بعد نديماريو في المراجعه يعني نعاودو كلش ازيرو فاهمين. راح نديرو تقريبا خمس فيديوهات ولا نعاودو كلش ازيرو. دونك نكونو هنا وصلنا لافان تاع لا سيونس هذه. كي العاده ما تنساوش ديرولنا اشتراك للقناه وتخليو لنا جيم لا فيديو هذه وتخليونا اكبر عدد من التعليقات. وانا قلت لكم التعليق الافضل اللي يعجبني ندير له تثبيت راح يكون هو الاول يبان هو الاول. وبارطاجيو لا فيديو هذه مع الزملاء تاعكم مع اي واحد تعرفوه راح يفوت شهادة البكالوريا هكذا باه يستفاد اكبر عدد من مترشحي باك 2024. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم.